حماية المعطيات الشخصية في تونس. هذه زيد نحكي لكم عليها، يظهر لي تعرفوها بالقدية ولا لا؟ ها؟ شنية؟ أنت عمالك يا بورقيبة تعمل حمالات، والله العزيز حرام فيك الاسم. ها؟ عنا ولا ما عناش؟ أنت عاد تقول لي، أنت مسؤول تبارك الله عليك. Mais les sociétés et les responsables de traitement qu'il faut citer toujours de manière très positive. La Comar. Hey, tabarakallah alayhum. Naam? Chbi? La, la, redoubelkoum. Ana lhenaya ma andi hatta concurrence. Là, je parle à des responsables de traitement. Donc, le kol kif kif. Ouli amal haja bih, moulizmo koulou, amal haja bih. كتشوفوا لو طون كيل انفيستي بور فير تو سو ترافاي لا اي ما اغريبلمون سوربري. تتفكر ها قتلنا بالخدمه، قتل روحه هو بالخدمه ساعه قبل كل شيء. قلت له اعمل الكارتوغرافي دي تريتمون، مشى بدا يخدم 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 نهار من نهارات قال لي نجي بعداك. قلت له مرحبا يا اخي، تخلي البيرو بفليجه. تتفكر يزيني حتى نقوم من كومار ساعه انا بعد بيان. الوغ حماية النوايا المسكينة، تعاني فيك. دونك رابعا المعطيات الشخصية في تونس وحماية هذه المعطيات في تونس. هذا لو تابلو كو جوتيليز سوفون اي سي لو شيمينمون ان توكا سور لو بلان دو كادر جوريديك. من وقت اول مرة استعملنا كلمة حماية المعطيات الشخصية في القوانين التونسية الى حد اليوم، اول مرة تم ادراج كلمة حماية المعطيات الشخصية في قانون تونسي هو القانون تاع 2000 نتاع الكوميرس الالكترونيك. في ثلاثة فصول 38 و 41 و 42 يتحدثوا على حماية المعطيات الشخصية، لكن تم إلغائهم بالقانون تاع 2004 بيان سور. لكن سيتي لا بروميير فوا كون اون بارل، أول مرة. بعد ذلك جاء الاستفتاء تاع 2002 تاع دستور 59 رحمة الله عليه. في الفصل التاسع زدنا حماية المعطيات الشخصية. Et de cette façon on a été le 28e état في العالم اللي أدرج الحماية في منظومة الدستورية نتاعو في الدستور نتاعو 28 متا. الله يرحمه بن علي اش كان مهف. 2004 البارح انا كنت نذكر في الوحدة نتاع التعذيب في الهيئة نتاع مناهضة والوقاية من التعذيب، ذكرت لهم الفصل الخامس نتاع الدستور. الفصل الخامس اللي انا حبيته يعاود يتحط في وسط الدستور نتاعنا نتاع 2014. معناتها وقت اللي تقرا الفصل هذا على حقوق الانسان، كيفاش الدوله تضمنها في كونيتها وتكاملها وترابطها وشموليتها، معناتها سي اون ديكلاراسيون تاع ناسيونز اوني، مش تاع سي كلكو شوز دو مانيفيك. بيان كملوا سيتي. 2004 جاء القانون الاساسي. دايور انا نقول لهم ديما ثبتوا كيفاش لو شومينمون والبروسيدور كيف تعاملت بشويه بشويه لارساء منظومه حمايه المعطيات الشخصيه. تعرف السلطه السياسيه كانت عندها نيه حقيقيه في تكريس حمايه المعطيات الشخصيه ولا لا؟ لانها بدات تتحدث عليها ومن بعد كرستها دستوريا في 2002. 2002 عامين باش عملنا القانون نتاع حمايه المعطيات الشخصيه. ومن بعد 2004 قعدنا 3 سنين باش خرجنا الاوامر الترتيبيه. ومن بعد قعدنا بريسك عامين باش سمينا الاعضاء نتاع الهيئه. يعني من 2002 حتى 2009 باش الهيئه ولات تخدم 7 سنين، معناها خسرناهم لانه لو تيكست نيتي با فريمون افكتيف على في الواقع التونسي. دونك 2008 تركيز الهيئه بيان سور حمايه المعطيات الشخصيه، هاني مغلطش المره هذه. 2014 دستور بيان سور وسع في الحماية، لأنه ما عادش يحكي على حماية المعطيات الشخصية فقط، لكن على حماية الحياة الخاصة لا في بريفي. اي لا ديفيرونس انتر لي دو هي النص مكتوب خايب برشا، لأنه عادة وقت اللي نحطوا الحياة الخاصة نكتفيو بها، لأنه حماية المعطيات الشخصية هي مكون من مكونات الحياة الخاصة. سوف كو كونت اون لي سيت ارتيكل يظهر لنا كأنه الحياة الخاصة هي اون كاتيغوري نوسيون والمعطيات الشخصية نوسيون أخرى. لا، هو حق الدولة تضمن الحياة الخاصة ولا حماية الحياة الخاصة ولا تضمن الوحدة اتسيتيرا دو بوان، ومن بعد نعطيو الحاجات الكل اللي موجودين منهم حماية المعطيات الشخصية. دايور إن يا أوكون انستانس في العالم اللي في التسمية نتاعها هي هيئة حماية الحياة الخاصة، فماش
la seule qui avait cette dénomination, c'était avant le RGPD, l'instance belge. هما اللي جاي للRGPD لبدوا الاسم نتاعهم ورجعوا هيئة حماية المعطيات الشخصية كما الدول كما الهيئات الكل في العالم. 2017 بيان سور صدقنا على لا فاموز كونفنسيون 108 الدولة التونسية بالقانون الأساسي نتاع المصادقة على هذه المعاهدة اي دو سيت فاصون تطبيقا للفصل 20 تنشوفوا في الهرم القانوني نتاع الكوربوس جوريديك ناسيونال المعاهدة 108 سي فينو سانتركالي اونتر الدستور و القانون الوطني. Et donc il y a une prééminence de la convention sur le قانون التونسي. بعد ذلك bien sûr نحن دخلنا في المعاهدة 108 وطلع لي RGPD et cetera. Donc لازمنا نطوروا في القانون نتاعنا الوطني. Et donc عاوننا الحكومة في اعداد مشروع جديد خاطر جينا نعدوا في القانون تاع 2004 ولا ما عادش تفهم منه حد شيء. كله ولاو تير وبيس وتير وكواتير وما عادش تفهم منه حتى شيء يدخل بعضه. يا تيلمون دو شوز ا شانجي دونك قلنا اي يفو ميو اكريغ ان نوفو تكست وتعدى الاستشاره الوطنيه وخذينا الوقت كيلفو اتسيتيرا ومر وتمت المصادقه على المشروع في مجلس وزاري يوم لا دات كو جوبلي با بو با اوبلي لو 8 مارس مدام سيتي لو 8 مارس 2018 8 مارس 2018 تمت المصادقة على هذا المشروع في مجلس وزاري وأعطت الحكومة أولوية النظر وتعدى إلى المجلس إلى حد اليوم لليوم هو مجمد مع المجلس. علاش لازمها نهار كامل الحكاية باش نفصلكم علاش مي سا سي لي لوبينغ لو لوبينغ دو بوكو دو بيرسون اي دو بوكو دو ستركتور كي افي افكتيفمون. نتفكر انا نوفل الجمالي يذكره بالخير كان رئيس اللجنة نتاع الحقوق والحريات في المجلس قال لي سي شوقي يا اخي المشروع هذا مريقل. قلت له مريقل؟ قال لي ما فيش حتى مشكل. قلت له ما في حتى مشكل. قال لي مالا نتوكلوا على الله. قلت له توكل على الله يا اخي. الى رسو 70 دوموند دوديسيون 70 طلب سماع في المجلس سو كي ايبر اكسبسيونيل عمر عاده 10 15 ماكسيموم 70 الناس الكل افي ادير الطب ولي فارماسيان ولوتيكا والكل كل كل والكل كل اللي ما حبيتش نذكر البنوك خليني سكت. ها الله يسامح سي كرم وبرك. اوكي وي سامحني ميكرو على الكورونا. هل هناك علاقة بين سن القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية في 2004 واحتضان تونس للقمة المعلوماتية في 2005؟ انا جو فولي با رونتري دون سي ديتاي مي ايفيكتيفمون سي ليكسبليكاسيون كو جي تروفي. هو مش القانون تاع 2004 برك راه بن علي افي الله يرحمه اون ايشيونس كان باش تونس وكان وصار احتضنت المنتدى الدولي ل مجتمع القمه نتاع الناسيونز اوني بيان سور. هي البريمير بارتي تعملت في جنيف والدوزيام تعملت في تونس ان 2005 اي دونك بور ليشيونس 2005 بن علي خذ القرار قال ما دوبنا نحن باش نعيطوا للناس باش نكونوا نحن لو كادر اللي باش يحكيوا فيه حول مجتمع المعلومات لا سوسيتي دو لانفورماسيون اي فو كو نو اون سوا اب تو ديت. دونك قالوا ما يقولوا لي شنو نعملوا. بدا من 99 هو راهو فانت كونت 99 نقح المجلة الجزائية أدرج لي ديلي لي كريم انفورماتيك وعاقب عليهم بدل ان 2000 لو سي او سي مجلة الالتزامات والعقود دخل لو دوكيومون الكترونيك ولا سيناتور الكترونيك اتسيتيرا اتسيتيرا وبعد ذلك عمل عديد الاشياء. لا لوا دو 2000 نتاع الكوميرس الكترونيك سمحت بانشاء لاجونس ناسيونال دو سيرتيفيكاسيون الكترونيك 2004-5 دونك ان جانفي الى كري ولا فما النص نتاع السلامه المعلوماتيه الى كري لانسي لي ان تي سي تي دون الكود دي تيليكومونيكاسيون 2002 ايتترا ونحن خلطنا 2004 دونك الى فيت في ان غراند اوفر ليجيسلاتيف بور ايسيي دو سو ميتر ا نيفو ويكون وجه تونس مشرف في 2005. دونك هو دوغور سيتي سا. دونك هاكا الاسم موجود
والباقي من بعد يعمل الله خاطر لانستانس يفضل لو دير اوسي بدات تخدم فان 2008 اول كونسي نتاعها سيتي افريل 2009 لكن اون هيبرناسيون حتى فما النص وفما الهيئه لكن شيء ما تعمل اساسي في هذا الميدان فوالا دونك بعد ذلك دونك المشروع مشى للمجلس رقد غديكا لكن تونس كمان وقت اللي صارت البروتوكول اديسيونيل 108 تاع الكونفنسيون تاع الكونفنسيون 108 108 بلس تونس مشات امضات عليه في 2019 لم يتم بيان سور المصادقه عليه بقانون لانه سو ني با بوسيبل سي موا كي لي دي دايور مره فما وزير خارجيه قال لي اش بينا ما نعملوش لا لوا دو راتيفيكاسيون قلت سورتو با سورتو با تاولا هنا اون ا ماركي لو كو اون لا سيني افون لي ممبر معناتها دو دروا دو كونسي دو لوروب هنا ماركينا الفازه لكن اون بو با لو راتيفيي باسكو سي اون لو راتيفي لو 108 بلس نوليو سومي ا ديز اوبليغاسيون كون نو بو با تونير اون اي ميم سومي ا ان كونترول de la part du Conseil de l'Europe, un comité spécial qui va être créé dans le cadre de la 108+, et qui va pouvoir venir à Tunis et voir est-ce que nous allons faire dans les règles ou pas, et nous allons même dire qu'il n'y a pas. Donc, laissez-vous, c'est le Rabbi, jusqu'à ce que nous allons sortir dans le niveau de protection, bien sûr. Voilà. C'était ça. Donc, qui fait qu'il traduit le banyam, le canon, ou le corpus juridique national tunisien, بالطريقة هذه الفصل 24 تاع الدستور تعرفوه المعاهدة 108 جات شدت بقعتها غديكا دونك اوتوماتيكمون وقت اللي تبدا انت عندك قاعدة تعلو قاعدة أخرى بيان سور القاعدة السفلى اوتوماتيكمون الي انديريكتومون ميز اجور بارابور للقواعد اللي موجودين الفوق لأنه ولا فما تعارض هو الناس عادة نسوبوز جامي لا كيستيون بوركوا سيت بيراميد كون ابل لا بيراميد دو كيلسين دو نون دو تيوريسيان اوتريشيان لكن هي لا بيراميد دو كيلسين اي بازي سور ليدي والفكره اللي جابها هي شنو هو اي سي بوزي لا كيستيون بوركوا اون دوني اون نورم اي اوبليغاتوار علاش قاعده قانونيه ملزمه منش جي الالزاميه نتاعها ابل الالزاميه نتاع القواعد الكل اللي تصدر في اطار الدوله ملزمه علاش لانه قاعده سفلى ما تنجم تكون ملزمه الا ما تكون مطابقه للقواعد اللي فوقها C'est aussi simple que ça. Donc, tu as un peu de choix. Bon, Mikkelsen n'a jamais mis la constitution tout à fait en haut. Il a dit que c'est la norme hypothétique. Il est dans la théorie. Donc, il y a une qaïda iftiradiyya. Donc, en jour, le Saoudi, il dit que le Coran, c'est la norme suprême. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas de constitution, d'ailleurs. Et, il a dit que le Coran, c'est la norme suprême. والقانون الاساسي الوطني هو في قواعد تتعارض مع المعاهده 108 elles sont automatiquement soit abrogées soit modifiées par rapport à ce qu'il y a dans la convention 108 هذا هو اللي موجود n'a pas eu la chance d'avoir ce problème مبسوط امام محكمه من المحاكم باش قاضي من القضاة ياخذ القرار هذايا في خاطر حتى التو هذايا c'est un raisonnement tout simplement c'est le droit ce qu'il dit لكن il faudrait que dans la pratique on voit un juge le faire لا نحن نقولوا في قراراتنا لا نحب لا القضاء الاخر القضاء الرسمي لا ها نحب نلقاها الجمهوريه التونسيه المحكمه الفلانيه نحن محكمه من درجه اولى اي ما يسالش نستناو حتى يجي استئناف في قراراتنا حول المساله هذه ونشوف القضاة شو يقولوا انا حاطي يدي على قلبي اي باهي داكوردو داكوردو للا حفصية الدفع على الدار نتاعها راه ها دونك بعد عن القانون دونك الاساسي من بعد زوز اوامر ترتيبيه ل 2007 3003 و 3004 المناشير نتاع رئاسه الحكومه فما غلطه في الترانسبارون دونك سو سون المنشور نتاع رئيس الحكومه 2016 المنشور نتاع 2019 نتاع بطاقه التعريف بيان سور ومن بعد زوز مناشير نتاع 2020 مش 2021 اللي هما 23 و24 اللي يهموا السلامة المعلوماتية ويهموا طريقة استعمال منصات التواصل الاجتماعي من طرف الهيكل العمومية اتسترا دونك هذم أربعة مناشير هامة جدا وإن شاء الله ينوب علينا ربي بالخامس على كل حال موجود على مكتب رئيس الحكومة إن شاء الله تصح وبعد ذلك بيان سور الهيئة عندها حسب القانون مهام أخرى هي تقول شنو هي القواعد اللي يجب تطبيقها في على سور لو بلان براتيك ايتترا
وهذا يخلي أنه الهيئة تأخذ قرارات ترتيبية، ولليوم أصدرنا 5 منهم، 5 قرارات ترتيبية، رغم اللي هي عدد 6، ما خطر فما قرار تم إلغاءه وتعويضه بقرار آخر. ولا pas de questions aussi sur ça. آه بقى oui لل. لا حتى يجيب لك الميكرو خاطر مانيش نسمعوك يظهر لي. لا عندها. بون السؤال نتاعي باش نرجع به شويه للديابو من الاول اللي هو يتعلق معطيات المرمزه. من الاول في مداخله معطيات سامحني؟ المرمزه اللي كودي ولا شيفخي. سودونوميزي وي. من الاول كي قدمت لنا قلت لي تقعد تستوجب حمايتها. توت فوا دون لو شيما شفنا اللي كي تبدا كودي معناها اون با بوزوان دو 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 تون كالي كودي اون با بوزوان معناتها باش نحميوهم به. هذه دون بار وباش نفسر باش تفهمني على شنو. سامحني هذه تسال كيستيون الاولى ساعه. هذه كيستيون الاولى ساعه. اي هذه لا كيستيون. اي شنو اللي مقلقك فيها الكلمه اللي قلت؟ هاني باش نفسر لك توا. انا دون لو كا دو ايدونتيفيون سوسيال توا باش تفهم. Dans le cas d'identifiant social. Moi, je ramène l'identifiant social. Qui n'a pas code? Et comme ça, je me rends ça. Chant, code, code, chant. L'identifiant social. C'est un identifiant. L'identifiant social, c'est une donnée personnelle. Mais je ramène. Mais fais pas niche, anti. Anti, t'as l'affilié, m'tiak. D'accord, ou elle est. Tu n'as pas tous les matériels qui te permettent de te renseigner. Donc, tu n'as pas l'isme, ou le lacab, ou le tarikh, ou le code, ou l'identifiant sectoriel. Tu n'as pas tous les matériels. Ou le numéro de ta tarif, m'tiak. ودريسته والدنيا كل وتحط ان كود قلت لك نون سينيفيان ليدنتيفيون سوسيال اي ان كود سينيفيان يعني نرجع للباز نلقاه شكونو اي كي نرجع نلقاه اي معروف لا ورقه في كل بقعه تدي فين تمشي تقول اعطيني اعطيني ليدنتيفيان تاعك لي زيدنتيفيان مش هذوما راه الرمز سي اون دوني اتريبيي دو مانيير اليتوار اي كي نا با دو سينيفيكاسيون دونك ما عندها حتى حاجه تربطه مع الشخص. انا وقت اللي عندي لي كوبي ديكزاما وعندي نيميروتور اوتوماتيك نحط الكوبيات ونبدا نطبع فيهم نيميروتور يبدل لهم دون لوردر لحد شيء على خاطر ما نجمش عندي حتى طريقه هو كي يبدا سينيفيون ليدنتيفيون ما عادش ينجم يتحسب كوم ايتون احنا كي نعطيوهم مش سينيفيون. اي مي لي بارتو لالا اوزلتا ما كطلبني في سؤال هاني جاوبتك. ليدنتيفيون اللي مستعملين من طرف الهياكل الكل يعتبروا معطيات شخصيه اذا ما تنجمش تستعبرهم كوم لوتي دو بسودونوميزاسيون. فوالا بوان بار داكور. سؤالك لي في حمايه المعطيات الشخصيه كي يبدو فما برشا متدخلين. بالله سامحني على الكيستيون تاعك كانك تجي البنكيجي تقول له نحي لي لي دوني الكل ديدنتيفيكاسيون ما خلي لي الريب. ما هو ايدنتيفيان الريب ولا هيك عندي الريب ماني عرفت شكون الشخص الكلام هذايا فماش لازم كل حاجه تسمح لي باش نطلع بها نعاود نرجع للشخص. لا باهي تفضل. كيبداو بلوزيوغز انترفونون في تريتمون دي دوني بيرسونيل. وي كو ريسبونسابيليتي. اي هذه هي نحب نفهمها شويه. لا واضحه ما فيش اعذر لا لوجيك. كل شخص مسؤول عن المعالجه يعني هو يشارك في عمليه المعالجه ينجم يكون شخص واحد ستركتور واحد لكن كان يتعاملوا 3 اشخاص ولا 4 اشخاص في لنفس الغايه لبلوغ نفس الغايه وهما حدوا مع بعضهم الغايه والوسائل باش يخلطوا لها اي سون كو سوليديرمون ريسبونسابل ان طون كو ريسبونسابل. وي لا ما قالتليش شنو هي الغايه. هي تسال فيها قالت لي شنو هي الوضعيه القانونيه. النص موجود بتاعنا شو معناه؟ معناها كان واحد غلط 3 مسؤولين 4 مسؤولين. اي بيان سور بيان سور نو سي ايفيدون سي ايفيدون سي ايفيدون. هي قالت لك شنو هي وضعيتهم القانونيه يعني اسكو مسؤولين 4 واحد بركه 2 بركه شكون؟ مش من نفس المؤسسه وان شاء الله يكونوا من مش من نفس البلاد. هما مع بعضهم في معالجة المعطيات وقالوا مع بعضهم هاي الغاية اللي نحبوا نخلطوا لها نحن وهما المعطيات اللي باش نجمعوهم وباش نعالجوهم وهاو باش نخليهم عنا طون دو طون وهاو كيفاش نستعملوا فما بين بعضنا وهاو كومون فالي سيكوريزي اتسيتيرا. دونك الكلهم مسؤولين على المعالجة سور ان سول تريتمون دونك اي سون كو سوليديرمون ريسبونسابل بيان سور يفوك اون كونفونسيون فاسا مي ان توكا في القانون نرجع للقانون نسيتو الفصل يقول لك وقت يبدا فما عديد المسؤولين هما مع بعضهم ريسبونسابل. نسيت ما نشدش لي نيميرو. فصل 20 فقره اخيره. اي فصل 20 فقره اخيره 55 عليك.
فما الحاجة اللي عمري ما نشدها في مخي هما النوامر. لا صح عليك، أنا بشديت نهار عيد ميلاد مرتي سيتي أن إيفور إكستراوردينير. أنا نهار عيد ميلادي نشك فيه. نمنع روحي؟ مالا شنو؟ وي سيدي. هاو جايك الميكرو سامحني. Pratique, on est pour ça, bien sûr, allez-y. Merci. Donc, dans les établissements de santé, oui. est-ce qu'on a le droit, oui. pour effectuer un acte médical, de demander la carte d'identité ? Parce que, dernièrement, les gens, ils ont dit qu'ils 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 ont أول مشكلة فيهم سك هما فهموا القرآن غلط ساعة. قالوا وين المصلين؟ قال أنا ما صليش. هذه سك زكتم على ممشوز. نحن قلنا ما قلناش أنا شو بنقول قلنا نحن. شفت عملنا مدام لميا. لا رئيس الحكومة كتب في المنشور. قال كي تجي داخل المؤسسة داخل البنية ما تعطيش البطاقة الكلها. وفي الريجستر دونتري ما تحطش النمر الكل في الدخول للمؤسسه وقت باش تعطي شيك الشيك ما تحطش عليه نمر بطاقه تعريف كامل لانه باش يتداول بين العديد الاشخاص تحط عليه ثلاثة ارقام الاخرين بالكل باش كان نهار اخر حاكم التحقيق عيط لك في شيك مسروق تقول له انا عندي اوبليغاسيون باش نشوف هويه الشخص لا بروف اللي شفت هويته فما ثلاثة ارقام الاخرين على البطاقه نحن ما لا انا غدا باش نمشي نعرس صحيح نجي للضبط الحد المدني نقول له لا ما نعطيش نمر بطاقه تعريف تاعي خور كلام فارغ تو كونترا اوبليج ا ديتيرميني ليدنتيتي دون بيرسون اي سكي بيرمي ليدنتيتي دون بيرسون في البلاد هذه هو رقم بطاقه التعريف سامحني فماشي نص نجمو نوريوه ما توريوش قول له الهيئه قول له الهيئه قالت لك قص الهدره قول له تتك على شنو مو رئيس الهيئة نهار كامل قول قول راهو الهيئة هيك قال لك يزي بلا تصديق راك توا لهنا فما مسؤولية دونك لازم تعطي نمر بطاقة التعريف تاعك كون بار عندي الحق ناخذها باش نسكناها شنية بطاقة التعريف اي عادي وقتها ولينا توا وصلت للرسمي اللي يوجع توا داكور هانا جينا للفائدة توا خلينا من هذاك المواطن مازال ما عرفش توا يعرف بشوي بشوي ايجا توا نتفاهموا نحن من بعض اسكني فيها ليش حبيبي نجم يعطيني نمرو غلط ليه؟ كيفاش يعطيك نمرو غلط؟ تدي باش تطلبها من عنده باش تقول له اعطيني نمرو بطاقة تعريف وهو في الفورمولير دادميسيون باش يحط النمرو تثبت النمرو صحيح ولا وتاريخ الإصدار صحيح ولا تدخل تفضل على بطاقتك سكاني فيها وتحط فيها عندك ليش؟ محمد مزالي الله يرحمه وزير أول 1981 يصدر منشور للإدارات العمومية يقول لهم أبارتير دو مانتنا ما عادش تاخذ حتى نسخة في المعاملة نتاعك مع المواطنين نسخة بطاقة تعريف 1981 40 سنة التالي راي البلاد هذه توجع المخ معناها 40 سنة التالي وزير اللي هو رئيس الإدارة وقتها دون لو طون قال لهم ما عادش تاخذوا نسخة بطاقة تعريف تتحقق من الهوية نتاع الشخص وكهو النسخة لا لا هذا راهو تسيب كيف كو اليوم عندنا لي بيس تليفونيك عند لي تيرورست في الجبل اكوز دو سا هذاك الحمزه بلومي كل ميشن اللي عداه يا 2 ans sur les cartes d'identité معناتها واحد يضيع بطاقه التعريف نتاعو يلقى روحو بايع وشريك رهب الراجل لا يفو جامي توشي اسا با دو كوبي لا كارت دانتيتي هي وثيقه اداريه تثبت الهويه حتى بشر ما ينجم يعمل تعامل قانوني وقال بيسير كان قدام عون أمن ما يمدش بطاقة تعريف متاعه وهذه نصيحة أقول فيها للتوانسة الكل مش حابين يفهموها تمشي تقضي في جراند سيرفاس ما تخليش يحطوا نمر بطاقة تعريف على الشيك واليوم لجراند سيرفاس يتخيبون أذكى من أذكى منهم هم ش يعملوا تاو il saisissent le numéro de la carte d'identité sur la caisse enregistreuse on n'est pas des débiles تو يجيهم الوقت معناتها يحب واحد يخرج في الاعلام ويشوه باللي قاعدين يعملوا فيه وينشر المسائل هذه يا اخي سي كلكو شوز دان نورمال يعني انه لي غراند سيرفاس ان توكا سيرتين ما نحبش نذكر الاسم ايتترا
عندهم دي باز دو دوني دو لا كارت دونتيتي دي بيرسون كي اشيت شي زو انت عندك ديجا لا كارت دو فيديليتي معناتها تصور انا نمشي باش نقضي عند غراند سيرفاس وعندي كارت دو فيديليتي اللي هي ما تعملها الا ما عندك نمرو بطاقه تعريف تاع الشخص اللي انا اونتر نو جو نوفا با كالا نيسيتي دو لو دوموندي انت فوز افي ان كليون كو فو فولي فيديليزي تاخذ في نمرو بطاقه تعريف تاعو علاش باش تعطيه كارت يعديها في الكاسه علاه تاخذ في نمرو بطاقه تعريف Donc ça peut être une mention optionnelle, mais pas obligatoire. Bé, mihem nej. Enti yassidi, mekhidhom nouemr l'kol. Ena naati l'kart fidélité mta, ou nata'ada ou nujb de chèque, pshonkha, lé, atini bitaq tarif. Te yodi ma'and, comme déjà. Chauft le dédoublement ou les trucs qui fèch nahan, msiba, msiba. Hedi kulla thakaf. Hedi kulla mas'al thakaf. Donc, oui, lel. Ena wa yek fard majlis na'adiu, na'adiu ba'az. Sèche na'adiu ba'az. جست بما انه سي شوقي بكري قال على الاس ام اس ستوب قال الهيئه مش قاعده تكومونيكي سوفيزامون على المشاريع نتاعها وتوا جبد لي كارت ديدونتيتي عند مثلا البيس نتاعك تشري بنيميرو دو لا كارت ديدونتيتي وانت ما في بالكش فما اون معناتها اون كوموند يو اس اس دي سي اون بويس دير اللي هي ايتوال 186 ايتوال نيميرو دو فوتر كارت ديدونتيتي دياز Et vous allez donc t'enzer à la OK. Donc il t'a l'air avec la liste, t'as les numéros de téléphone portable et les huma numéro de carte d'identité mtiak. And l'opérateur les tlabtmano. Bien évidemment, étoile 186 étoile numéro de votre carte d'identité dièse. OK. Et vous allez avoir une liste de vos numéros donc de téléphone et les SMK, les cartes d'identité mtiak. وهذا انا جامنا نعرفوا بها فما برشا عبيد عرفت انها فما نويمه تليفونات خارجه بطاقه تعريف نتاعو دونك جوست هذه معلومه لا يعطيك صح تري بون انفورماسيون بون لا نعرف ما عرفوش خاطر لي انت نو في با بوكو دو بوبليسيتي خاطر كيفنا حالنا نحنا هما اغنى منا شويه راه اما ايزون دوتر شا فويتي دونك اما هو يفوت لا ميدياتيزاسيون بور تو سا وانا حسب رايي انا سي ليتا دو لو فيغ مش نسيسيرمون الهيئات اللي تقوم بها فهمت سي نزار هذا الدوله لازم تقوم بهذا خاطرها حق سي ان سبوت بوندون 3 موا طول الجور في التلفزه دخلت في مخ الناس باهي مي سو سيرفيس لا جون فو ان بو لي ان تي باسكو لو بوت سيتي دافوار لا بوسيبيليتي دوتيليزي سو سيرفيس بور افوار توت لي بوس كي سون اون مون نو دون شي تو لي اوبيراتور با شي لوبيراتور اللي بعث لو اس دي نعرف خاطر لي اوبيراتور نو فول با كومونيكي انتر لور دوني نعرف جو سي هي ما سمحني جوسكا نوفيل اوردر لي زوبيراتور انتم تحكموا فيهم مش هما يحكموا دونك حرشوا شويه اللغه تو تستوي او عندنا منها باش نكونوا لهنا ممثلين ها وي دونك فما سؤال اخر شكون اللي هز يده الاولاني انت شكون ميكرو سي بلي تحلت الشهيه اي هذا البوست كافيه حلت الشهيه من بعد المدام وراه سلام دونك هنا نحب نسال سؤال على لي بيرسوناليتي بوليتيك ولا بوبليك لي سيليبر لي بيرسون بوبليك اون لي زابيل اي دونك اسكو لو بيريمتر تاع ريغلمونتير كوفر ريدوي كوفر لي دوني ريلاتيف لي لا ان نوفر با ان نوفر با ال ريدوي لو شان دو بروتيكسيون يعني انه الكميه نتاع المعطيات المحميه بالنسبه للاشخاص العموميين اقل من شخص عادي مش شخص عمومي سي تو اما انا شخص عام مش تقول معطياته الكل مستباحه هكا مستباحه نغلط برشا مرات في الكلمات راه المستباحه يعني ما عندكش الحق باش تحط تصوير بنتي سا 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 فو بوفي با ولا فين موجود سي دون ما في بريفي بون سي دوتر سو برينون اون فوتو دون اون بيسين سا سي اوتر شوز سي لور افير Ça, c'est eux qui ont fait l'amélie hier. Donc, ils ont rendu public quelque chose que normalement ils devraient garder secret. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, il y a مسألة التقييم. Est-ce que on peut aller jusqu'à quel niveau ou est-ce qu'on fixe la barre ou les limites pour savoir le montant de ces Alors, quand quelque chose عمومي نجم تكون متاحة ولا لا. هذيك هي الفكرة اللي موجودة في التعريف تاع المعطيات الشخصية en fin de compte. Mais qu'il faut déterminer par un texte. Oui, لا. عندك الميكرو. لا سمحت ميرسي عسلامة جوست حبيت نسأل على خاطر
شاركت في دورة تكوينية على المنظومة بتاع اي بيبول بالنسبة لمكاتب العلاقات مع المواطن وكل. دونك هما فما ان بروجي اللي هو كونسيرنون لانسكريبسيون ولا لانجستريمون تاع ليدونتيفيون اونيك بالنسبه للمستعمل معناها للمنظومه هذه. معني حبيت نعرف شنو راي الهيئه معناها شو هو ان بروجي. هو سي ان بروجي خليهم يخموا يعملوا لي بروجي كما يحبوهم. معناها اسكو ça touche l'identité bien sûr personnelle. L'identifiant unique citoyen ne sera sur aucun document et dans aucune structure. D'accord. واضح. هذه هي الفكره برقر المرسوم وقرا الامر التطبيقي. كان ولينا الناس تعرف الايدنتيفيون يونيك نتاعها ولات الهياكل الكل عندها الايدنتيفيون يونيك. خلينا بطاقة تعريف وكهو ولينا عطينا بطاقة تعريف العبد كي تولد وكهو علاش الخدمه اللي نعملوا فيها الروح. لا با با يافوار ان ايدنتيفيون يونيك كيما توا لو بروجي دو فولوار انتروديير ليدنتيفيون يونيك دون لا كارت دانتي ناسيونال. نو اي نون اي با كيسيون كي باش نعاودو نرجعو لافير سفاري فو اي بونسي. نحن اون دي يا ان ايدنتيفيون يونيك سيتويان كي تان ايدنتيفيون سور اون بلاتفورم دانتيروبيرابيليتي. Donc c'est cet ordinateur central et le huwa va servir de pont entre les différentes structures qui demandent des informations à une autre structure. Lekin hatta structure ma tajoukoun anda l'identifiant la base de données des identifiants uniques. D'accord ? Oui. Hmm. Dans le secteur qu'on le khassa le secteur financier que soit assurance ou la banque. Il nous demande d'avoir une copie des documents d'identification qui doivent être classés dans le dossier client. Il y a un contrat derrière. Quand il y a un contrat, c'est tout à fait normal qu'on prenne une copie de la carte d'identité comme étant la preuve que la personne était là. Hatta li ntawrou bchouya bchouya ou toi li ana la carte d'identité biométrique, non li waqt nji nobsom andak, vous avez authentifié que c'est moi, vous gardez pas une copie de ma carte d'identité. C'est tout. Oui, Bourguiba. نحب نحكي على العلاقة بين ريسبونسابل تريتمون و سوتريتون. اي هنا ثم تعاقد لازم يكون. في باش خليوه للعشية برا ميسالش بعد ضري فما ميسالش خليوه للعشية. لا 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 ميسالش الله اعلم الفطور والكورة شو تعمل برا امشي خويا. توكل على الله. الكورة. اي تو بالنسبة للمحلفين كيما لي زافوكا والعدول المنفذين والطب فهمتني يقول لك ولا لي كوميسيرو كونت زاد يجي فهمتني ونقول لهم فهمتني انا عمل موديل دو كونفونسيون يصحوا فيها بور لا بروتيكسيون دو لي بيرسونيل يرفضوا باش يصحوا فيها عليه يرفض يقول لك انا عندي انا محلف وانا عندي كادر ريغلومونتير ايش بيه معناها ما يحبوش يصحوا ما يحبوش يصحوا اي ما تاخذوش خدش الله يسيدو لا والمشكله تو مثلا كوميسير كونت شو معناها محلف دونك ما نصححش خاطر ما نعطيش المعطيات شو معناها كيسك تدير محلف انت محلف في خدمتك انت جيتني ان طونك بيرسون كو جو اي كو جو في اسوري شو مدخل فيك لا مش اسوري مش اسوري هو سوتريتون تاعي انا باش نحل له معطيات شخصيه بور تريتمون كو سوا انسان كونترولور اي حلفت على شنو اقول له حلفت على شنو حلفت على الشرط بتاعك ايتيك بتاع خدمتك ولا على واحد اخر طب عندهم ميثاق والمحامين عندهم اي عادش بيه والميثاق نتاع الطب شنو هو ما توك يجيك طبيب هكا يقول لك انا لا انا عندي ميثاق قولوا بالله يجيب لي الميثاق تلقاه اللي ابروفي بار ديكري معناتها الديكري ولا يغلب بقانون اساسي والله شيء يوجع المخ قل له الكود ايتيك بتاعك ديكري امر هذا قانون اساسي طبق القانون الاساسي حلفانك في خدمتك في الميدان بتاعك انا باش تخدم معايا وانا جو سوي سومي ا دي زوبليغاسيون تو تو سومي او ريغل اوك هاو سي تو اغزر ما تحلش الباب راه اليزي اليزي راهو كان حليت الباب مشيت العباد هذوما عندهم دي موفي ريفليكس كي سون لا بلوبار دو تان ديفلوبي بار ان كوربوراتيزم مالاديف يفو كاسي سا جيب لي نص اللي يعفيك وما يسالش والحلفان حلفته في الكوربوراسيون تاعك انا ما عندي فيه حتى دخل انا جو فو سومي ا دي نورم اللي حلفانك ماهوش داخل فيه هذا واش يقول النص شبيه وقت اللي حلف قال معناتها جو مونجاج ان بروتيجي لي دوني بيرسونيل دي بيرسون دي انديفيدو قالش وي معناتها الاضافه خفيفه
هنا انا كيف نعطيك معك باش تقوم عمل مناوله راك تقوم فيه على الحرفاء نتاعي انا مش حرفائك انت وانا عندي التزام يا قانوني يا تعاقدي بالرابور الحرفائي سو كيف معناتها مسؤوليتي سي فري بالتضامن مي كوميم اكبر الخطر بالحرفاء اكزاكتومون هاك التكتيك بتاع القاضي شفته وي تفضل جست حبيت نسال بالله في الاتفاقيه 108 ما قلنا الهيكل العموميه ولت معنيه بتطبيق القواعد نتاع حمايه المعطيات الشخصيه رغم انه القانون الاساسي 2004 يعفيه في علاقه الموظف بالاداره نتاعو ولا بالهيكل العمومي اسكو نجم نقولوا هو الاداره مازالت معفيه من تطبيق القواعد هذه في علاقته في اللي هي فما علاقه تعاقديه لا يعني بالقانون هو موظف والله لا زيد والله لا عندك في العلاقه نتاع التعاقديه اللي ما بين مشغل ومعناتها انسان يخدم عنده واللي هو الفصل 16 والمساله نتاع المصيبه نتاعنا اللي هي الفصل 53 وما يتبع الفصل 53 من اعفاءات على معناتها لفائده الهياكل العموميه هذوما لا 108 لي كومبليتمون افاسي بالتقرير نتاع الكوميتي تكنيك 308 Le 16, premièrement, n'a aucune justification. Mais je fais qui fait 16 tahat. En, chaque je ne comprends pas. Mais je ne fais pas un nidam police hat ou lèche. Et les jicoul, dans le traitement des données d'un employeur, les données de son personnel, il n'est pas soumis à l'article. Ouais, farrag le mandoum m'ta l'himaya complètement. الكوميتي نتاع 108 يقول لك سي انادميسيبل ويقولوا الى تابروجي لامبلويور اي اوبليجي بلوس كو لي زوتر ا اتر سوبي على اونورم دو بروتيكسيون مش هذا كلام دونك 16 خلينا منه ال 53 فما ثلاثه اعفاءات عامه وقلت لكم عليهم لازمهم نص خاص مش معفات توتال لازم نص خاص هو انه ميدان الدفاع الوطني والامن الوطني والاجراءات القضائيه هذوما الثلاثه لازم يكون فهم كما في اوروبا فما ريغلومون جينيرال كي كونسيرن سيز بلا لازم يكون عندنا نص خاص يهمهم دونك القانون تاع 2004 لا يطبق عليه دون هذا الكل مش معناتها ستيك تجي تقول لي لا ما تطبقش عليا انا مش نطبق الفصل 53 تكلم انت كوميرسان دون تافي افيك لي افيك لي سيتويان انت كوميرسان شلون اللي خديت ستيك كيك راهو البوسطة كيف كيف الهياكل العمومية كالكل سواء ولا سبيطار حبيب ثامر هاي بيسالش نعرفوا ما انت فوزيت سومي كم تو لي زوتر ما عندك شبيك فوق راسك ريشة با دو تو او كونتخير فوز افي اون اوبليغاسيون سوبليمونتير سيل دو دوني ليكزامبل هذوكم ثلاثة ميادين فقط وقت اللي نتحدث حتى مع مسؤولين مع وزارة الدفاع مثلا نقول له مغزر عندك اكتيفيتي انت en tant que ministère de la défense ou عندك des établissements qui ont une certaine indépendance ناخذ الاكزامبل l'hôpital militaire de Tunis يدخلوا من الباب جنديين ويدخلوا من الباب دي سيفيل مداوات الجنديين يدخل في مساله الدفاع الوطني ما لازمش نعرف انا الجنديين نتاعك شنو الامراضات اللي عندهم وداويتهم باش سي اون كيستيون دو ديفونس ناسيونال هذوكم ما نجمش ندخل فيهم كان ندخل انا سيفيل نمشي باش نداوي في لوبيتال ميليتير فوق راسي فما القانون تاع 2004 وانت وزاره الدفاع ملزمه بتطبيقه باحترام فيما يخصني انا شفت لا لا اون بلاس لا بار ولا ليميت هذوكم لي 3 اكسبسيون القضاء اون انترن كيفاش قاعد يخدم في المعطيات الشخصيه نتاع حاكم تحقيق نجي نقول له ويجا ساعة قبل كل شيء فاش تعمل أنت؟ فين القانون تاع 2004 فاش تحترم فيه؟ ما نجمش. نجمش عنده المجلات يطبق فيهم وعنده القواعد القانونية والأخلاقية اللي يطبقها. لكن مثال وقت اللي يعطي للكتابة هو ملفات ونلقاهم لوحين في الكولوار ونشوف في المعطيات تاع الأشخاص هذه غلطة مش تاع أداء القضاء هذه لا يرحم إدارة القضاء ها؟ على لا لا تنحكيوا عليها الاذون تحب توا نخلي فيها العشيه تحبوا كل تعملوا توا نعرف عرفتكم تحبوا تفطروا وتفصلوا الكل اي بابا بابا با با با. شوف تجهيل ها لم لهم بطاقه تعريف جماعه كل بار كونتر وقت القضاء
يصدر الحكم. نعاود نرجع نختم على روحي أنا والهيئة. كيف باش تنشروا هذا القرار القضائي حسب القانون تاع 2004؟ يعني نشر للعموم تفسخ أسامي الناس اللي موجودة فيه. تي لا قبل خاطر سيتي اون نورم ايتيك مورال، ما نشهرش بالناس. راهو القوانين عادة ديكول دو نورم اللي نحن كانوا عنا موجودين نطبقوهم حتى من قبل ما يطلع النص فيها. أما اليوم ما حاجة واضحة، ما فيش حتى شك، لا تنشر القرارات القضائية بأسامي الأطراف. يا أخي من بعد فما واحد قال لي وش به القاضي يا أخي ماهوش إنسان لازم يتحماه، قلت له هذاك يؤدي في مهامه ولا ليميت جو دوا سافوار شكون القاضي اللي عطاه ولا المحامي اللي دافع. دونك هذوكم بتاتر ما نغطيش أسامهم لأنهم عندهم وظيفة. ها؟ أي بيان سور سوف إكسبسيون بيان سور في بعض الحالات. كان يمشي ولي قاضي ينظر في مسائل نتاع معناتها تيروريزم ولا حاجة نجم نحب نحميه نحي الاسم. تفضل شكون اللي طلب آخر الكلمة؟ سامحني تعبوك جماعة وي. هو ما تعطيوش الكلمة. وي سي شوقي، دونك عندي ملاحظة وسؤال ان فيت. اي تفضل خويا. دونك قبل وريتنا لا كارت دو موند سور لاديزيون معناها دي بيي à la protection des données. Donc, je suis l'Amérique donc, je suis allé à l'Amérique. Donc, je suis allé à des comptes Gmail ou Yahoo, en fait. C'est des comptes qui sont en général hébergés aux États-Unis. Oui. Je le sais tous. Oui. Et. Habib, je suis allé à l'Amérique dans les détails, parce que c'est des trucs très, très techniques, mais allez-y. Je vois où est-ce que vous voulez aller. Allez-y. Et souvent, on utilise ces comptes pour échanger des données de clients ou de citoyens qui sont des données à caractère personnel. C'est une remarque ou une question ? C'est une remarque. 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 خلينا ساعة نشوف الملاحظة نتاعك ونفصلوها الحكاية هذه. تري بون رمارك. هذوما الأشخاص اللي عندهم وظائف ويستعملوا في دي ميل غراتوي. سي سي غراتوي سي كو لو برودوي سي فو. إي دونك سي فو. دونك توت لي دوني كو فو ترانسميتي أن أوتيليزون سو ميل لا نو سون بلو شي فو. إي دونك فو أفي بيرمي أ دي سوسييتي سي داتا فور دو بوفوار لي أوتيليزي سانز أوكين بروتيكسيون دي تيوريكمون أن توكا. Ils le disent, ça existe, mais à mon avis, et dans la pratique, on sait très bien que ça n'existe pas. Mais je vais vous parler du Cloud Act américain de 2018, etc., parce que c'est rentré dans beaucoup de détails. Mais, ce que je veux dire, c'est que le terrain, devrait appliquer la même règle qui s'applique depuis la circulaire 24 du chef du gouvernement de 2020. اللي منع على كل موظف عمومي في أداء مهامه استعمال بريد إلكتروني ما يوفيش ببوانتين. واضحة الحكاية. كاو. نحكي النكتة ولا ما نحكيهاش؟ فوق علينا. ها؟ يا خويا دون فوتر شارت إيتيك أون إنترن فاش مازالتوا تستناو باش تعملوا سو تروك لا؟ Tout personnel chez vous ne peut utiliser que le mail institutionnel. Et la chose la seconde, j'espère vous avoir répondu sur ça, vous savez le Cloud Act, donc je ne vais pas expliquer beaucoup plus que cela. La chose la seconde, je vais vous dire, c'est que je vais vous envoyer les données par mail. Je vais vous envoyer. Oubliez ça. Oubliez ça. Envoyer des données personnelles par mail, même institutionnelles, est forbidden. Et j'ai été consulté dernièrement une entreprise filiale d'une entreprise française dont je ne citerai pas le nom en Tunisie. Elle a envoyé un mail, fille, les données personnelles de clients à la maison mère en France. Faute grave. On n'envoie pas de données personnelles, même sur un mail sécurisé. Faites de l'anonymisation. N'envoyez aucune donnée qui permet d'identifier les personnes. Le compte client, chef, etc., à une filiale, ou à une maison mère, ou à tout comme ça. Nahi, tout ce qui permet d'identifier la personne. Envoyez ça. With SMS, ou le mail que je viens de vous envoyer, le client, le foulé.
لا ما ينجمش تعرف وقت خاطر يكون عندك الاس ام اس والميل. دونك سي كوم سا كيل فو اجير. ان ميدسان كونت اي لي دون اون تيلي كونسلتاسيون باش يسال زميلو بلي اعطيني رايك في الوضعيه الطبيه نتاع الباسيون تاعي، يقولوا باهي ابعث لي البيلان اللي هو تو مصيبه زرق. معناتها تو تمشي لابوراتوار تعمل بيلان سانغان يقول لك بلي اعطيني الميل. قلت له علاش نعطيك في الميل؟ قال لي باش نبعث لك سي شوقي الريزلتات نتاعك على تقعد تقلق في روحك. أنا تبعث ميل بيرسونيل نتاعي معناتها ان جيميل باش تبعث لي عليه البيلان سانغان نتاعي؟ سافا با. معناها جوجل باش يولي يعرف انا عندي قداش جليسيمي وقداش كوليسترول معناها هك. لا هذيك عاد مصيبه زرقاء. والله مولاي واحده اخرى دون سو سونس انا جي في حلت لك الشاهيه. اي سارتين كومباني داسيورونس في تونس ها. Quand on demande le remboursement, ils exigent une copie des soins. يسرق. وهذه ما حبوش يفهموها لي اسيورونس ومش ولا لي اسيورونس برك حتى انا شكون مثلا تاع الكنام لهنا انا. اي نعرف مريم تحب تجاوب. نوافق انا وياك. ميدسان كونترولور هذيك خاطر نعركت الاولانيه صارت لي مع ستار هذاك علاش مريم جاوب بالتو خاطر عندهم بي دي جي دلوا البرشا. المشكله هي جات النهار الاولاني من واحد اسيورونس جروب عند ستار قالوا له بور بوفوار رومبورسي فو فري ايتترا ايتترا بريير نو كومونيكي لي ريزولتا دو فوت بيوبسي. ارجع للنص بتاعنا لي دوني ميديكال نو بوف اتر كونسلتي اي تريتي كو بار دي ميدسان. واضح. دو كلمت البي دي جي بتاع ستار قلت له يا خويا مش هذا اللي سبق. قلت له راهو ما يجيش ماهوش معقول تبعث كونفوكاسيون للشخص تقول له جيب ريزولتا دو تا بيوبسي اي فوز افي ان رونديفو افيك لو ميدسان كونترولور تيل جور اتيل دات. تمدها الريزولتا للطبيب ما يحطش عندك كوبي يعمل مونسيون اكسبتي ولا غوفوزي ويرجع لك واحد. توا La solution qu'a trouvé la star et que j'ai proposé provisoirement à la CNAM aussi, c'est de faire ça. C'est de donner un pli fermé. Maktoub Ali, réponse à la demande numéro, référence, etc., à l'intention du médecin contrôleur. Amal Lamari Nassalaken, le médecin contrôleur a vu le document. On bat Chambi. Et le dossier est fini, Habibti. On va dire que j'ai dit l'IDAR, donc des gens qui ne sont pas médecins. Les gens qui sont médecins, contrôleurs, MTAC. لي دوسي الكل عنده في بيروه مسكر عليهم سوكلي ما في لي زارشيف ولا شي ما عملنا سي 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 شوقي راهو انا اللي شفته الحق سي با جوست لا ليتر كونفيدونسيال ايز اكزيج ما نعرفش انا عملت يا خويا هذيك كنت نقول لك انا اوكون دوني ميديكال اوكون دوني ميديكال هو ديجا سي انورم كون بويز دوني على كنام مثلا مون اوردونونس اللي فيها الدواء خاطر بالدواء نعرف شنو المرض اللي عندك مي بون لا يا با دو سوليسيون on a mis en place ce système-là et il traîne en longueur ce projet de carte les baisses. Et les hier, tu as l'air de manouer. Le traitement va être automatique, ma communication entre des systèmes d'information. Et donc, à la limite, on n'a plus un agent qui n'est pas remboursé, je pense, en plus. Donc, le HEDA, ma fiche, hâte de clé, il est indiscutable. القانون واضح لا يمكن معالجة والاطلاع على معطيات الشخصية إلا من طرف طبيب أو une personne soumise au secret professionnel ce qui n'est pas le cas donc non point barre c'est terminé et donc c'est illégal. هما نجيبش تراكس وتمسحها كلها وتعاود تبني كل شيء من جديد هنا بشوية بشوية بالبرسواسيون ونحط نلقاو حلول. Et il faut des best practices pour ça. Donc j'espère que la CNAM va essayer de faire beaucoup plus rapidement pour mettre en place ce système-là. Est-ce qu'il est efficace ou pas? Est-ce qu'il permet de protéger mieux ou l'est? Et après qu'il soit généralisé. Oui, c'est le souhait donc. Souhait. En fait, Narconium, le RGPD se cache quand même aussi derrière une guerre économique en fait. Une guerre économique. Ben, entre l'Europe. Oui, oui. Les États-Unis, si un peu la si vous voulez, Chine oui. De l'autre côté. Oui. Et l'Europe, lui, on sent un peu en difficulté, en fait, hein, là-dessus.
شنو هي راي الهيئه دون سو كادغ لا بارابور ا ليبرجمون دون لو كلاود اليوم يا دو بلوس ان بلوس دو سيستيم دانفورماسيون دو ميساجري انستيتيوشنيل ما او الهيئه بنك ولا مؤسسه عموميه خلينا في بنوك ومؤسسات لا نحن الهيئه شنو هي هيئه عموميه ولا هيئه خاصه عموميه دونك نطبق السيركولير 24 تاع رئيس الحكومه لا يمكن إيواء المعطيات الشخصية في الخارج. بوان باخ. قال سيد رئيس الحكومة صدق. نطبق. فو دون سيكتور بريفي، دون تو لي كا، لا يمكن لكم إيواء المعطيات الشخصية في الخارج إلا بترخيص من عند الهيئة. دونك إجا تنتفاهم خويا. لا نعطيو ترخيص بيان سور، نعطيو ترخيص. انت سليم زاد او اعطينا باهي برا سيدي خليها قل لي سامحني اون فيت لو بوان تاع سي فري معنا لو فيت دو ترونسفيري معنا دي دوني على ليترونجي لازمهم ترخيص من عند الهيئه مي جو بونس خاطر سو بوان او موا انا في او نيفو دو لا سوسيتي اللي نخدم فيها اللي اي تي لا ديسكسيون مع لوديت دو سيكوريتي يقول لك معناها اليوم اذا كان بوزالي ترونسفيري سي دوني ولي يرا ان انفستيسمون من بعد يتنجم بيتيتر الهيئه اونتر تون البي شونجي دافي والترخيص هذاك ما يكونش معناها سي جيست بور هو 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 الهيئه البي شونجي دافي ياك لي كون كي شونج با دافي سا سي سور سيرتا مي سا ميتونري جو سي با نحن اللي نعرفوا الفقه القضاء نتاع الهيئه يظهر لي ابار ان بتي شونجمون كي سي توبيري ا بو بري ا بارتير دو 2015 مي بور لو ريست اون ا اون جورسبرودونس كونستانت شونج با دافي peut pas, c'est la sécurité juridique. Peut pas, sauf s'il y a un élément très important. Mithel, nous n'avons pas pris les décisions Schrems 1 et Schrems 2 concernant le transfert des données entre l'Union européenne et l'espace américain. Nous avons été obligés de prendre des décisions qui sont claires, mais on n'a pas contredit notre jurisprudence. Pas de transfert de données personnelles vers les États-Unis. Refusons, nous refusons. Et le tabrir est ça. ثبت عالميا أن الولايات المتحدة ليست فضاء حامل المعطيات الشخصية بما فيه الكفاية حتى يحن عليهم ربي لا نحن على كل حال النص بتاعنا الفصل 50-51 كما ليش غالط يقول هكا الفصل 50 هو متاع بيا بروتكسيون أدكوات يقول الهيئة هي اللي تسمح وترخص لذلك على أي أساس على أساس أن الدولة اللي مشيت لها المعطيات تحمي الولايات المتحدة غير حامية دونك سي لوجيك دونك نو كهو اي دايور للحفصية لازمنا للحفصية لازمنا نعاودوا ننظروا في القرار نتاعنا عدد ثلاثة تاع الدول الحامية للمعطيات الشخصية بما فيه الكفاية حينوه خاطر مثلا الجزائر لازم نخرجوها من الليست لأنهم عملوا قانون وقالوا القانون يدخل حيز النفاذ دونك وقت اللي ترسى ولا تركز الهيئة وتوا عنده ثلاثة سنين ولا قداش الهيئة ما تركزتش دونك القانون مش موجود دونك لا ما نحسوهمش ما عادش عنده ما عندهمش حماية دونك يبقى تو بعد الماتش تاع اليوم نتفاهموا في علاقة باهية ولا شكون سليم سليم طلب الكلمة تحلت لك الشاي أنت زادة إيه تو نحكيو فيها حكاية الفتكة أي زوز توضيحات شوقي تفضل خويا حسب ما فهمت دونك معناها كي يطلبوا علينا دي كوبي نتاع بطاقة تعريف qui peut faire un contrat, c'est possible, c'est ça. Bien sûr. Donc, je fais un challenge par rapport aux opérateurs téléphoniques. Quand je fais un contrat avec les opérateurs téléphoniques, je fais un challenge avec les opérateurs téléphoniques. Je fais un challenge avec les opérateurs téléphoniques. Je fais un challenge avec les opérateurs de téléphonie. Moi, les opérateurs privés, je fais un semi-public ou la public, qui est Tunisie Télécom. Je fais un challenge avec les contrats ou les puces. Les un contrat. عطيتك نسخة من بطاقة تعريفي. أنا فسر لي حاجة برك. علاش كل ما نمشي نعمل ريكوندكسيون دو مون فورفي عاود يطلب عليا نسخة من بطاقة تعريف من جديد. لا يا ودي سي اون ديسبيرسيون دو لا كارت دانتيتي. سي كيلكو شوز دي نورم. لا معناها هذم حاجات ما عندي أنا غير معقولة وخارقة للقانون ما فيش حتى شك. دونك اون فوا أو مومون دو ليتابليسمون دو كونترا. وي لم يتقيق. وي بار رابور لكارت ديتونتي بيومتريك ونوصل ل ايوا حكايه اخرى هذه عاد وخي يا سليم يا خي كارت ديتونتي بيومتريك الحاجه الوحيده نجم نقولها
أن الهيئة عمرها ما كانت ضد بطاقة تعريف البيومترية، قد ما نعودها باقي شوية. الهيئة pense en tout cas، هذا هو الكلام اللي تحدثنا فيه اتسترا في إطار الهيئة، راه نعتبر أن بطاقة التعريف البيومترية هي شرط أساسي في تطوير الإدارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. point bar. وإن شاء الله نهار آخر même les consultations politiques nationales on pourrait les faire avec la carte d'identité biométrique comme l'a fait l'Estonie. ما حلفت معاش تعملها. bon ça c'est une autre question. donc إرساء البطاقة on est tout à fait d'accord. لكن لا يمكن أن تكون أن يكون مشروع إرساء بطاقة التعريف البيومترية تعلى لوزارة الداخلية باش يكون عندها قاعدة بيانات متاع المعطيات البيومترية متاع 8 ملايين ونص مواطن. لا مجال. واضح. حط لي المعطيات بتاعي على البطاقة واعطيني بطاقتي وما تخلي حد شيء عندك. الهيئة ما تطلب حتى شيء دون هذا، وهذا هو اللي طلبناه من 2016 إلى حد اليوم، لكن ما ناش واصلين في حل. هذاك علاش بلوكي. دونك اون اي با ريسبونسابل لا سيت ا لا سيتواسيون دو بلوكاج. الملف على 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 مكتب سيد الرئيس الحكومة ان شاء الله ينوب ربي. على كل حال نحن بعثنا آراءنا في المسألة هذه. وي سيدي عايش كسل. بالنسبه للمزير الخدمات في تاع الايواء تاع ليبرجمون مود كلاود، اي اليوم في تونس كلهم شركات خاصه تقريبا قاعدين يعملوا في ليبرجمون، اي شنو الالتزامات اللي عندهم؟ خاطر احنا درنيو عملنا كونترا، قالوا راهو الهيئه ما فرضت عليهم حتى اجراء. معنا بالنسبه قالوا راهو بصح بريمارمون مانيش نسلك شكونوا ليبرجور، خاطر احنا عندنا دي زيبرجور كنا عملوا دي ديكلاراسيون ديكلاراسيون اي vu ce qu'ils font, leur contrat, leurs conditions, etc. سمحنا لهم باش يقوموا بالمهام هذه. الباقي ما بينك وما بين ton hébergeur le contrat هو la loi des parties. انت تفرض حتى كان ما فماش دي ديسبوزيسيون لحمايه المعطيات الشخصيه ولحمايه معناتها لتطبيق واحترام مقتضيات القانون. كاو سي تو. ما فماش حتى حاجه سبيسيفيك بالنسبه للمهم. علاش؟ علاش تحب حاجه سبيسيفيك؟ هاني نجي نقول لك حاجه اخرى. يا اخي انت كتلقى في مؤسسات كبيره اتسترا اللي ما عادش عندها فين تحط الكاغذ نتاعها. ما انت لي ستوكش ان سو تريتون بور لو ستوكاج بور لي زارشيف تحطهم في بقعه اخرى مش عندها هي. ابار اللي عندهم برشا فلوس عندهم دي 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 اسباس دو ستوكاج اتسترا. يا اخي هذوك شنو هما؟ الاخر سي ان هيبرجمون نيميريك والاخرين سي ان هيبرجمون بابيي. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. فو فار ان كونترا ايتابليسون لي ريغل. وكهو. تلزمه هو بحماية المعطيات الشخصية، تلزمه هو باش يعطيك نسخة من القرار اللي صدر عن الهيئة على أساس اللي هو قام بتصريح والهيئة قالت سون بروبليم تنجم تقوم بالعمل هذا، والكونترات وتحط فيه لي ديسبوزيسيون الكل كي لوبليج. هاو سي تو. توكل على الله. خاطر الإشكالية صارت التصريح لدى الهيئة خلينا ماناش معنيين. تحب أقول لك حاجة؟ مالا لوح عليك من لوح عليك منه. لا مش خاطر قال لك هكا معناها ما هو فاهم منها كاع شيء ريان. معناها هذايا سوري سيرتان لو حامي لا حد شيء. لوح عليك. تو ا بليزيور زيبرجور كو موا جو كوني عندهم التصريح نتاعهم لدى الهيئه وامورهم مريقله. هذا ما باش تجيك من جرته كان المشاكل. لوح عليك منه. راهو كانوا ارخص اتسيتيرا اعرفها. راهو قال لك ماك تعرف تشري الخضره الرخيصه كان عجبك رخص. هو توضيح في المجال هذايا بخصوص المسؤوليات. ما تحبش تحط الميكرو خلنا نسمعوك. يحطوا بهذا فمك. لا بخصوص المسؤوليات اللي يمكن ترتيبها فيما بين المسؤول على المعالجة والمناول اللي يمكن يتعامل معاه. يقول لك هو شنية يمكن المسؤولية باش تحملها؟ هاو قال لي أنا مانيش خاضع، هاو قال لي أنا ما نحبش نصحح معاك. يا سيدي حتى لو ما صححش هو فما قانون في البلاد، القانون تاع 2004 القانون الأساسي هذا الناس الكل مفترض أنها تطبقه.
كرها أو معناها برضاها، القوانين وضعت لتطبق، وفما عندنا قاعدة عامة نقولوها احنا في مجالنا، لا يعذر جاهل بجهله للقانون. حتى اللي ما سمعش بقانون 2004 وما يدريش عليه راهو ينطبق عليه. والمسؤوليات ترتب، شنو معناها المسؤوليات؟ مسؤولية العقدية اللي بيناتكم، حتى ولو العقد اللي بيناتكم ما يتضمنش ديكلوز معناها ولا بنود خاصة بحماية المعطيات الشخصية، فراهي لا تعفيه من خضوع لقانون 2004 وأحكامه. وقانون 2004 وأحكامه جاء وقرر مسؤولية في جانب المسؤول على المعالجة وفي جانب المناول اللي باش يخدم لفايدته. لذلك يطمئن السيد، يعني المسؤوليات راهي قائمة ومحمية بمقتضى القانون، وفما عندها مجالها الآخر. كيفاش يتم هذا؟ بالشكايات اللي قد ترفع للهيئة مباشرة، وبالشكايات اللي قد ترفع للجهات القضائية فيما تختص به. لا، ما هو الإخوة ربما هنا يحبوا ياخذوا شوية توضيح على النقطة هذه، هذا تو ناخذوه في العشية ربما شوية الأمور هذه العملية. تعطيوا توضيح آخر في المسألة هذه هي بيدها. اليوم نحن عنا في السيكتور بيبليك عنا ناس ما نحبهمش برشا، لكن هما نيسيسير، ما فيش حتى كلام. هما اللي نغزر الرجاء، هما اللي الكونترولور دي ديبانس، اللي انت ما تنجمش تصرف حتى شيء بصفتك انت امر صرف الا ما هو يقول اوكي. توا لي كونترولور دي ديبانس ولاو كل مؤسسه عموميه تجيب تشري وانستالي ان سيستيم دو فيديو سيرفيلانس، تقول له تجيب لي لوتوريزاسيون تاع الهيئه. كاو لا لا ما نحبوش، كل واحد يخدم في خدمته يا بورقيبه. علاش؟ هاني قلت لك، انا قلت لك هما يفدونا، لكن كل واحد عنده خدمته. ولي كونترولور ديما ما يتحبوش هما. راه فما ليفر كي تيكري ان فرانس، باسكو ما جي ترافايي سور لا كيستيون، كي فو توي لانسبكتور. هو الانسبكتور والكونترولور ديما مش محبوب راه من حتى حد، لكن سي اون فونكسيون نيسيسير. شكون اللي قال لك عنده كيستيون اخرى؟ ولا نكمل باش نوخر. هاي فين الميكرو؟ أليزي. شكرا. عماد قرصان، صندوق الوطني للنظام الاجتماعي. أهلا وسهلا بك. نحن من المؤسسات اللي المعطيات الشخصية تدوم عندها برشا، تدوم أكثر من 50 سنة. نجم نخلطوا أنه 50 سنة نجم عنا المعطى يقعد ملفات الله. ما تراش أنه شوية بالنسبة للمؤسسات العمومية شوية القانون صحيح فرض أشياء، لكن واقعها واقع البلاد ما يمكنهاش باش انها تحافظ على معناتها تلتزم هالالتزام الكلي. انتم عندكم الزام قانوني موجود في القانون. لا لا لا، متفق معك انا، مانيش لا نحكي على المشرع كي وضع القانون. وضعوا مع واقع ولا وضعوا ان هو خارج؟ ان هو مش القانون تاع 2004. مش القانون تاع 2004. نحن ما عندناش، نحن القانون نتاعنا واضح، نخليو عندنا المعطيات لو طون لتحقيق الغايه. تحقق الغايه يا بلو دي ريزون باش تخلي عندك المعطيات. لا، احنا المعطى ملزم انك تحتفظ به، لانه ملزم على اساس ايش؟ يمشي معايا بالسياسه، من خاطر ما باش دخلني بعضي. قاعد انت ترتكز على قانون 2004 او على قانون او نص خاص اخر؟ لان نحكي على قانون 2004. لا، القانون 2004 وعندك قانون 60 اللي هو قانون خاص بالضمان الاجتماعي. هي قانون تاع 2004 جيب لي حاجه تقول اللي انت قلت لك خلي عندك 50 سنه. لا لا لا، قلت لك انا قانون 60 اللي هو يخص الضمان الاجتماعي يحكي على مضمون اجتماعي ويحكي على اولي الحق انهم يقعد معطياتهم عندك محتفظ بهم. هذاك شيء معقول، لانه العلاقه التعاقديه اللي ما بيناتكم تخليك ملزم باش يكون عندك الهيستوريك. شنو اللي تعمل المؤسسات المماثله في العالم؟ الدول اللي عندها حمايه متطوره يقول لك انت عندك دو تيب دو كاتيجوري دو دوني، المعطيات فيفونت اللي حاجتك بهم لانه كل يوم تستحق لهم. وقت اللي انت عندك الهيستوريك نتاع والسيتواسيون نتاع نافيليي، حاجتك بثلاثه اربعه خمسه سنين الاخرانيين باش تنجم تجاوبه بور لو دوني ناتيستاسيون بور فور سا سيتواسيون اكسيتيرا. اللي هو سيتواسيون نتاعو اكثر من هكايه، خرجهم من سيستيم دو جيستيون ونحطهم دون ان سيستيم اكوتي اللي كي تاكسيسيبل لكن افيك بلوس دو سيكوريتي، باش نعرف شكون اللي لا كونسولت سلا الى، ونخلي انه فما دي ستاتيستيك مع لي دوني فيفونت نتاعي انا. هذا سي اون ميثود مثلا كي تيتيليزي. انا يظهر لي الواحد كان فهم الفلسفه العامه راهو يبو تروفي لي سوليسيون، مي ستوكي اوتون دو دوني موافق انا وياك سي انورم. معناتها انا كي نجي للسي ان اس اس ولا للسي ان ار بي اس ولا دونك ولا حتى الكنام اللي هي جامعه ثني في جو دير في لي زافيلي، وتجي تقول له خزن عندك هذا الكل،
c'est ingérable. Et c'est une responsabilité énorme. سؤال ثاني بالنسبة للاتفاقيات، ثم اتفاقيات تاع الضمان الاجتماعي مع الدول اللي تنجم تكون خارج معناتها عن واجب انك تحول لها بعض المعطيات الشخصية، لكن هي تنجم تكون خارج تطبيق القانون هذا. معاهدة؟ اي معاهدة. كونفنسيون بيلاترال؟ كونفنسيون بيلاترال، معناتها انت علاش لا سمحت الجزائر اخر معناتها خذيت علاش انا رجعت المثال خاطر انت طرحت مثال الجزائر، الجزائر عندها اتفاقية في الضمان الاجتماعي. سامحني نجاوبك ما نحبش نقص عليك، ما سمحت. الكونفنسيون فين الاوردر بتاعها في الهيرارشي؟ فوق القانون. تصل حكايه اخرى. عادش باع. عادش عندي ما نحكي. سو سي ان تروك دو نورمال. عارف فين تحط القاعده ومن بعد تعرف تطبق ولا ما دوبا معاهده وسيادين الدوله وافقت عليها، ما عادش اش تحبني نعمل؟ هاو نطبقها. خلي تمشي على خاطر لي ديسيدور نتاعنا نو فول با كونسلتي افون دو فير باسي دي تكست كوم سا. ما كان طلبونا في رأينا نحن رانا قلنا الدولة هذه غير حامية بما فيه الكفاية، إذن حتى كان فما إمكانية أنه نبرموها كمام ما إليا دي كونديشون ندرجوا القواعد اللي تهم حماية المعطيات الشخصية في المعاهدة نلزم بها الدولة الجزائرية حتى لين تولي عندها إطار قانوني ملزم حامل المعطيات الشخصية مطبق فعلا. يعني جو دير سي با الكا ألوغ وي فضل. بالله عندي كيستيون فيما يخص لي دوني ريلاتيف للكوندوناسيون اللي هما دي دوني معناها سنسيبل فصل 13 سنسيبل. اليوم في تونس نشوفوا اللي الليسته نتاع لي جيل نتاع التيروريست تخرج في الجورد، ما عادش نحب نعرف شنو راي الهيئه وشنو راي القانون في البوان هذا. لا لا بريميرمون فما نص في ذلك نص قانوني، وثانيا الهيئه استشارت في هالمساله هذه، وذاك علاش كان تمشي تشوف تلقى الليسته نتاعهم الاسم واللقب وثلاثة أرقام الخريجين بطاقة تعريف فقط. باهي. الباقي. باهي. سي نيسيسير باش تكون حاجة بيبليك والقانون إلا بيان في بور سا باسكو يفو كو تو الموند سوا أو كورون أنو الشخص هذايا مجمدين أملاكه الكل وحساباته الكل. دونك ما عادش نجم نتعامل معاه. وي. أوترومون ينجم يقعد يكمل عنده اللي قعدوا لي شيكي يقدم ولا دي تروك كوم سا لي زيتيليزي. وي. في نفس الإطار فما الليست نتاع لونيو اللي تخرج معناها اللي أنتم ما عندكمش عليهم اوبليكاسيون باش تقولوا نحي النمر الفلاني ولا نحي ولا حط سو اون فورم بيان ديتيرميني منين ليستوني على 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 السيت نتاع السي ان سي تي بوبليك هذاك كيف اي مي سي اتفاقيه دوليه كيف كيف اي نحكي لك على الدوني معناها فهمت وين سوف فهم برشا عباد اخرين فماش مشكل هذوكم ولاو بيان سور تاع البلانشيمون دارجون ايتترا هذوكم الكلهم سي دي دوني كي دوفيان بوبليك هذوك هما المعطيات اللي تعتبر عموميه حسب القانون تبقى للقانون تبقى سي كونفنسيون سون دوفوني دي دوني بوبليك داكور سي تو فماش راهو وزل البلانشيمون دارجون ولا لا لا توت لا باتاي كي سو معناتها سو في كونتر لو تيروريزم يا با دوت سوليسيون بابا دون سي سيتوياسيون لا بيان سور يفا افوار دي بيرسون يتعاقبوا اندومون ولا تتمس وضعيتهم وكرامتهم ايتترا ومن بعد يطلع بوتيتر ما يسميتونري اون توكا ما خرج نعرف اللجنه كيف كانت تخدم ما خرج وتحط في الليسته الا الاثباتات واضحه سي تو لا با بروبليم وي وي تفضل ميكرو وفيس خاطر راهو باش يفوت علينا الوقت. نقطة واحدة كنت بكري تحكي على الارشيفاج دونك في الإدارات العمومية جينيرالمون مش جينيرالمون هو فما القانون نتاع الارشيف هذاك اللي يطبق بارتو في الارشيف سي لو تريتمون دو سي دوني لا كيف يتعداو من عند الهيكل الأصلي ويمشي للارشيف ناسيونال. اي نحكي مي ليزارشيف ناسيونال سون سوميز على لوا سور لا بروتيكسيون. مش الارشيف ناسيونال نحكي الارشيف او نيفو الإدارة. Au niveau de le dossier, ou hey, le provisoire, l'intermédiaire. L'archive, ou l'intermédiaire. Dans les milafets, il y a un peu de choses. مثلا ناخذ ملفات لي كونكور مثلا وزاره ولا اداره تعمل مناظر لهنا هذيك الملف الكونكور فيه بطاقه تعريف بتاتر ولا فيه الاسم ولا لقب وشهاده ولا ما في كل شيء الطبق الاداره هو ان تطبق في القانون نتاع الارشيف يعني تخليه عندها بوندون 3 سنين ولا 4 سنين واللي هو بعد يمشي للارشيف الوسيط واللي هو مش بعد في مرحله نهائيه يمشي للارشيف الوسيط لهنا في المبدا كي كنا نحكيو على المعطيات الشخصيه قلنا انه دوب ما تنتهي الغايه من المعالجه المفروض ما عادش نخليو عندنا كلي دوني هذاك نعرف
اسكو تنجم معناها فما اجتهاد انا مثلا ناخذ الملف الكونكور لي دوسي نتاع فماش اجتهاد فما قواعد القواعد اللي دارت تقول لك انا عندي القانون نتاع الارشيف هو اللي نطبقه يعني باش نشدك لي دوسي الكل نرشيفهم عندي بوندون كيلك زاني وبعد نعدمهم ولا ليهم ومن هكا قانون المعطيات الشخصيه نقولوا نعدموهم بما انه فيهم معطيات شخصيه ما قلناش نعدموهم يعيش خويا لي دوسي نحكي لي دوسي اللي فيهم معطيات شخصيه انت ساعه قبل كل شيء دوسي نتاع كونكور عندك وقت يشوف الكونتونسيو نتاع الكونكور كونتونسيو بوسيبل وقتها ابارتير دو سيت دات لا وقتها وفات الغايه انسان ما خديتوش كان خديته في الكونكور باش يدخل باش تولي عندك المعطيات نتاعو في وسط الملف نتاعو المهني كان ما خديتوش سوني ديفونو كان كانديدا كي ا بارتيسيبي ان كونكور تخلي في الدوسي نتاعو بعد ما فاو اجال التقاضي تخلي في الدوسي عندك ليش هذا هو شنو اللي يصير لبرا راه دون لي نورم اوروبيان هذا شنو اللي يصير انت عديت الناس عداو عندي الكونكور ما خديتهمش نخلي لو طون دو كونتونسيو يتعدى بعد الاعلام على القرار فما اجال تجري باش ينجم هو يقوم بالتظلم امام القضاء امام الاداره ولا امام القضاء فاول ديلي هذوما اعدموا المعطيات ما نخلي عندي الا اسمه وليدنتيفيون نتاعو اللي شارك في الكونكور في النهار والوقت الفلاني كو سي تو Et donc, vous avez un historique sur sa participation. Ama khalij dossier kem. Mala kan talab talabna fi sdiq tkhali sdiq ntaou andak zada. Hada hu. Ala dak qultlek makch mrouh lyoum raho enti. Ha? Bien, fama sawal akhra. Mach nwakhrou raho barch. Oui. عتي بالله كيف اخر صالة يقول عمل لي سيغريغاسيون هي ما عادش فما تو نحكيو في الاسئله التطبيقيه كل من الصباح هي عرفت حلت الشاهي هي بر ما كيستيون بار رابور او ترانسفير دو دوني ا لترانجي دونك اون ايمري بيان سافوار لا سينيفيكاسيون ولا لا ديفينيسيون دو ترانسفير ناخذ ان اكزامبل بار اكزامبل جوتيليز اون سوليسيون كي هيبرجي ان فرانس دونك لي دوني سون ستوكي ان فرانس Il existe une société qui gère la maintenance, Finland, qui va accéder, par exemple, à cette solution pour faire la maintenance. Dans ce cas, est-ce que je dois faire deux demandes en transfert, une pour la France et une pour l'Inde? Donc, est-ce que l'accès, ça considère comme un transfert des données? Alors, le traitement, premièrement, Merci. Vous lisez la définition qui se trouve dans la loi de 2004 et qui est la même chose. La consultation est un traitement. D'accord? Donc, انسان من الخارج قاعد il consulte les données qui sont stockées chez vous vous avez fait un transfert تفهمين maintenant vous faites حكايه التيلي معناتها مانتونس فيها قواعدها راه نحن لليوم حتى ما تحطتش قدامنا المساله هذه مي لي ريغل سون كونو راه quand vous faites permettez à des techniciens de faire de la télé maintenance d'une application On ne peut pas leur donner l'accès à la totalité des enregistrements. هذه القاعدة. On peut leur donner un bouquet, quelques données, باش ينجموا يستعملوهم pour la télémaintenance, mais pas la totalité. Et en tout cas, on interdit l'accès aux données. فيش حتى كلام. Par défaut, bien sûr. لا يشوفهم الكل ولا يخدم عليهم الكل ولا عنده إمكانية باش تولي rapatrier chez lui. واضح. Autrement, vous êtes fautif. En plus de cela, même le petit bout de données que je lui permets de consulter pour pouvoir faire tourner le logiciel, etc., etc., hatta hadoukoum, je le soumets à un contrat où les données, les obligations de protection sont très, très strictes. Et vous gardez un œil, la traçabilité. Que j'ai dit, je vais faire maintenant, c'est que les amis qui ont la possibilité de tracer tout ce que vous avez fait sur le programme et sur les données. Autrement, la halte la rabtet. C'est comme ça que ça se fait. En tout cas, allez voir, t'arf, on a قول ديما اليوم on est dans un système mondialisé extraordinaire. خاطر تمشي للشيخ جوجل تيلي مانتنس بروتيكسيون دي دوني تشوف يجعلك تلقى الوقت باش تقراهم tout ce qui est écrit là-dessus. Mais voilà, globalement, c'est ça.